الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد جوج ديال المنتوجات بحال بحال، يعني نفس الطريقه بالنسبه لطابرني كانتو وبالنسبه لميلودي كانتو. المهم هي الطريقه المثلى او كما تنقولوا الطريقه الصحيحه ديال الاستعمال ديالو، هي يعني لا دوز اللي نقدروا نعطيوه للمقنين، هي كنعطيوها ليه اولا الاسبوع الاول والثاني جوج مرات في السيمانه، الاسبوع الثالث والرابع كنبقاو نعطيوها ليه يوم بيوم، يعني يوم نعطيوه المنتوج ويوم نعطيوه الماء صافي. الور الطريقه ديال الاستعمال ولا لا دوز اللي خصنا نعطيوه للمقنين هي 3 غوت 3 النقاط لكل طائر في مده 24 ساعه. هذه فيها الكالكول يعني الحساب، شنو غنديروا؟ غنحسبوا للمقنين مثلا عطيناه 50 ملي مشربيه ديال 50 مليلتر، نعمروها كامله ونحطوها للمقنين، غنحسبوا شحال غادي يشرب في 24 ساعه. هذاك العدد اللي شرب في 24 ساعه، يعني مثلا شرب لينا 4 مليلتر، غنشدوا 4 مليلتر ديال الماء المعدني غنديروا فيها 3 النقاط، يعني نتاكدوا انه شرب لينا 3 النقاط في 24 ساعه. ولا كاينه طريقه اخرى اللي هي اللي كنستعمل انا شخصيا، يعني كاينين في لا بريسكريبسيون ديالو كاينه هاد الطريقه هادي، وكاينه طريقه اخرى اللي ما بغاش يحساب ولا يبقى يدير هو راسو، كاين المعدل ديال 25 نقطه من المنتوج في مشربيه 50 مليلتر. حنا باش ما نضيعوش المنتوج اش غنديروا؟ غناخذوا مشرب 10 مليلتر ديال الماء معدني ونديروا فيها 5 النقاط 4 النقاط، 5 مشربيه ديال ناخذوا 10 مليلتر ديال ماء معدني ونديروا فيها 5 النقاط سواء ديال هذا المنتوج هذا ولا هذا المنتوج هذا، راه بجوجهم بحال بحال. هذه هي الطريقه باش كنخدم انا، كنعطيوه الاسبوع الاول والثاني جوج مرات في السيمانه، الاسبوع الثالث والرابع كنقدموه يوم بيوم، وانا كنوعدكم انك شهر تشوف المقنين ديالك كوبلور. هادشي هذا باش نقدر نوعدك. واللي بغيت نقول لكم هو انني فين ما كنحط كومونتير على هاد جوج ديال المنتوجات لاي واحد عنده شي قناه ديال الطيور المربيين سواء الجزائريين سواء المغاربه، كنحط ليه كومونتير كندير فيه هاد جوج ديال المنتوجات كنقول له هضر لينا عليهم، كيحاول اما كيتفادى الكومونتير ديالي التعليق ديالي انايا ما كيجاوبنيش عليه ولا كيمسحو، وعندي دلائل على هادشي هذا على ان لي كومونتير ديالي كيتمسحوا. وفي الاخ جلال كندير لايف وكومونتيت ليه جاوب الناس كاملين، وصل الكومونتير ديال التعليق ديالي انايا ونقزو. علاش؟ ما بغاش يهضر بالضبط على هاد المنتوجات هادو جوج. والسلام عليكم، وهادشي اللي عندي، واي واحد عنده اي تساؤل في هاد الموضوع هذا انا راه عندي اشاره ومرحبا. وكما قلت لكم انا ما بغيت لا جيم لا بارطاج لا ابوني لا حتى شي حاجه، انا بغيت الفكره ديالي انها توصل. علاش؟ حيت هاد المنتوجات انا جربتهم وعندي مقنين كوبلور كوبليتو هاد العام هذا مع جوج ديال الاناث ديال الكناري في نفس الوقت، جوج ديال الاناث في نفس الوقت كندخلو عند هادي كيكوبليها كنخرجو كندخلو عند اخرى كيكوبليها، وحاليا راه مع انثى ديال المقنين راها كتجمع بلاش. السلام عليكم، ونتمنى انكم فشتكم، ونتمنى انكم ما طولتش عليكم.